بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن أهمية يوم الجمعة، لأن بعض الناس يعتبر هذا إجازة، فنراه يتنقل في البراري ويصلي الظهر، يعني إذا خرج بعيدا قصر الصلاة. نعم، يوم الجمعة لا يفرط فيه، صلاة الجمعة لا يفرط فيها، وتجعل وقتا للخروج إلى البراري، وإنما يؤدي الجمعة مع المسلمين ثم يخرج بعد الصلاة. نعم.